أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يجري زيارة رسمية لواشنطن منح دولة الإمارات صفة شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، وهو تصنيف وفقا لمسؤولين أمريكيين يعكس حجم التعاون الاستراتيجي بين البلدين. على مدى سنوات عديدة وقفت قواتنا جنبا إلى جنب في نفس الأماكن الأكثر صعوبة، واليوم نكرم هذا الإرث ونواصل علاقاتنا إلى الأمام، حيث ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة، حيث ستنضم إلى دولة واحدة أخرى وهي الهند. تصنيف شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة يتيح لدولة الإمارات التعاون العسكري الوثيق مع واشنطن من خلال التدريبات المشتركة والمناورات وغيرها من الجهود المشتركة، ولم تمنح واشنطن هذا التصنيف من قبل سوى للهند فقط.